السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين بقى الحلويات الجميلة دي؟ سهلة وسريعة بقى، وعايزة اقول لكم وفي ثانية تعمليها في الخلاط، يعني تحفة جدا. وجاتوه شاتو كده، يلا بينا على المقادير. هنجيب هنا كوباية سكر، حطيناها في خلاط، ونحط 3 بيضات، ادي التالتة، وهننزل عليها برشة فانيليا. بعد كده هننزل عليها بكوباية لبن، كوباية الا ربع بالشكل ده كده. اللبن جوهين يا جماعة جميل جدا، انا بحبه في حلويات. هننزل هنا بقى نص كوباية زيت بالشكل ده. مقادير سهلة وبسيطة، كلها في خلاط، في ثانية هتعملي معاكي احلى جاتو شاتو، حلو جدا في عيد الميلاد وفي الحفلات وفي اي مناسبة. هنجيب هنا بقى كوباية ونص دقيق، طبعا نخلينهم، حط عليهم كيس بيكنج باودر وحوالي 2 معلقة كاكاو. هنقلبهم بقى كده بحيث كله يندمج مع بعض بالشكل ده. بعد كده هننزل بقى الخليط كده بتاعنا سايل كله عليه، ونقلب بقى كده من تحت لفوق بحيث ميبقاش فيه اي تكتلات خالص، دقيق ولا اي حاجة. نطلع بقى كل الخلاط بتاعنا، ويلا قليه بقى كده من تحت لفوق، هتلاقي القوام بتاعي جميل جدا. امشي على المقادير كده مظبوطة، هيعمل معاكي احلى صينية جاتو شاتو، حلو جدا. بصي هتحس ان هو كده عامل فوم كده، مش متكتل، مش تقيل، مش سويس خفيف، لا بجد المقادير مظبوطة 100%، حلوة جدا وطريقة ناجحة قوي. حاول بقى ايه كده عشان مبقاش فيه اي تكتلات. قلبناها كده من تحت لفوق ومن في اتجاه واحد اهو. بصي ده القوام بتاعنا. نجيب بقى كده صينية مدهونة بسمنة وعليها رشة دقيق بالشكل ده، ننزل فيها كده القوام كله بتاعنا خليط، ننزل بقى الخليط كله، مش هنسيب ولا نساوي كده يا حبيب قلبي الصينية كلها بحيث ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. هننزل بس كده الخليط كله، وكوني في الوقت ده من قبل ما تنزل الخليط كده كوني مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، تمام. بس هنزلنا اهو الخليط، خلاص كفاية كده، احنا حلفنا خلاص الطبق ولسه في حبة كمان ننزلهم. هنسيب بقى كده الصينية بحيث ايه تبقى كلها في مقاس واحد. بيبقى فتحت خلاص الفرن، نجيب بقى كيسين دريم كده بالشوكولاتة. بصراحة بدل ما تجيبي كريمة بيضة وتحطي عليها كاكاو، لا كريم دريم بالشوكولاتة بصراحة طعم الايس كريم، عارفة ايس كريم يكونوا طعم ايس كريم يكونوا بالظبط، تحفة جدا فوق ما تتخيلي. لو متابعيني على طول هتلاقيني بعمله في كل التورتات، حلو قوي. هنحط بقى عليه كده، لو مش عندك سكر بودر حطي عليه كده 2 معلقة سكر حبيبات عادي جدا، مع حب بقى لبن، وتقلبي كده على من غير كهربا في البداية. نزود حبة كمان، نقلب كده من غير كهربا. بعد كده هنشغل المضرب ونضرب القوام كله لحد ما يتجانس معانا، يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نحطه بقى كده في التلاجة. هنا بقى الكيكة بتاعتنا مش بعد ما طلعت كده هنخرمها كده بالعصاية الشيش طاووق، بعد كده هنحط لها كوباية حليب، هنسقيها كده كوباية حليب
دي بتخليها تدي كده طراوة، وهي اصلا طالعة هشة وجميلة من غير اي حاجة، بس دي كده بتدي طراوة. ومش هتقولي بقى كيكة عجنت، لا خالص، هتشوفيها بنفسك هتبقى جميلة جدا ولذيذة جدا. سيبها بقى تبرد تماما يعني، بصي متخليهاش تحطش كده الكريمة على طول، لا سيبيها تبرد تماما. اول ما تبرد معاكي تماما تحس ان هي خلاص بقت باردة ومفيهاش اي سخونية ولا اي دفى، تروحي على طول بقى ايه اهي كده بالشكل ده. بصي حتى شربت اللبن بتاعها، هتجيبي بقى كده الكريمة وتحطيها عليها بالشكل ده بقى كده. نفردها في هنا غلطة، انا غلطة مفكرة سبت الكريمة عليها في التلاجة شوية ربع ساعة كده تمسك نفسها. بعد كده حطيت الشوكولاتة، بس انا حطيت الشوكولاتة على الكريمة دايركت على طول، بس ما فرقتش كتير في الطعم، الطعم كان جميل جدا ورهيب، وهي ما عادتش اصلا. بس يعني نصيحة سيبيها شوية في التلاجة. هنا بقى بنفرد الكريمة بالشكل اللي انت شايفينه ده، سوي بقى كده الكريمة خالص بحيث ان متبقاش حتة اعلى من حتة. هنسوي بقى الكريمة كده خالص، طلع كل الكريمة اللي في المعلقة معانا، نسوي كل الكريمة بقى دي. هنجيب بقى كده انا اللي هي القطعة بتاعت اللفت، انا قلت هي دي انسب حاجة اسوي بيها وتدي شكل حلو بالشكل ده. بصي بصي الكريمة ما شاء الله جميلة جدا تقيلة، ما تعمليهاش خفيفة وما تخففيهاش. اهم حاجة عشان تنجح معاكي الكريمة ما تنزليش فيها لبن حبة مرة واحدة. هنا حطينا خلاص الكريمة، كان المفروض نسيبها كده شوية تسقع في التلاجة. هننزل بقى عليها بالشوكولاتة كده، وبعد كده هنسيب كل الشوكولاتة الشوكولاتة يا جماعة خام، سيحناها على البخار، عملناها مع بعض اكتر من مرة برضو. بتحطي قلب الشوكولاتة مع حبة زيت مع حبة لبن، الحبة دول قد ايه، حوالي معلقتين كبار لبن معلقتين زيت، تحطشهم كده على في حلة من تحت كده فيها مية، والشوكولاتة من فوق، بس هتسيح تبقى جميلة كده بالشكل ده. نسيبها بقى تمسك نفسها، وبعد كده هنقطعها بأي شكل انت عايزاه. عايزة تقطعيها كده مربعات ماشي، عايزة تقطعيها مثلثات ماشي، يعني زي التقطيع اللي انت حباه. دي بصراحة كانت هتبقى جميلة جدا لو احنا قعدنا نعملها خطوط كده، تبقى شكلها لذيذ جدا. اهو بصوا اديت شكل حلو قوي. احنا طبعا عايزة اقول لكم ولادي ما صبروش عايزين ياكلوا منها على طول، لو سيبت في التلاجة اكتر هتبقى احلى واحلى. ايه بس هتصير بقى تطلعي كده قطعة الشوكولاتة معانا، قطعة الجاتو اهي بالشكل ده، طبعا ممسكتش نفسها قوي اهي. بس عايزة اقول لكم انا عن نفسي ما استحملتش، يعني انا حطيتها في الطبق وقعدت اكل فيها، يعني مش هلوم على اولاد. هي من جمالها بصراحة، بصوا بصوا هشة وطرية ودي طروة ولذيذة.